عائلة تبون تعتبر من أشرف القبائل التي كانت في الماضي أو أتت من منطقة سوات من أضرار، فجاءت على شكل قوافل واستقرت هنا في بوسبون. مع العلم أحمد تبون رحمة الله عليه، هذا الشيخ كان من حملة كتاب الله، كانت له اتصالات مع عدة جمعيات ومن بينها جمعية علماء المسلمين. سي عبد المجيد تبون بعد ما درج في قرا في الكتاب وقرا في الابتدائي والثانوي في تلمسان، جات الاستقاله عبد المجيد دار البكالوريا دا في تلمسان، خاطر حنا ما عندناش الليسي هنا. العام اللي دا الباك كان مجموعه كان مجرد برومو، وين في الطرف هذاك الوقت هذاك كان قليل، واحد اللي تحصل على شهاده البكالوريا راح لانه يعني بذكاء وفتنته دخل المدرسه الوطنيه للاداره هنا في العاصمه، وين تخرج منها بدبلوم مختص في الاقتصاد والماليه، وهذا اللي مكنه انه تدرج في عده مناصب في الاداره. من بعد مشى للسيرفيس وقت ابو مدير الله يرحمه قال لك قال لي سيدي يديروا سيرفيس ناسيونال كيفك اون رونتر انصومبل الشاشه عينه في بشار واضرار ومشى لباتنا. مشى لباتنا كان امين العام ولايه الاوراس، وكان الصديق نتاعه اللي كان يحميه بزاف وكان يبغيه الحاج الاخضر الله يرحمه. اول واحد اللي نفق ليه هو عبد المجيد تبون. المياه الصالحه للشرب كي تكون الظروف في المنطقه هذا سيب لي زاكار. هذوك الاقواس هذوك هو ذاك باش يخلي طابع نتاع اضرار البناء الريفي. اول واحد اللي خرج البناء الريفي هو اول واحد اللي خرج البناء نتاع هذا البناء نتاع البناء الهش. ذاك الوقت كانت الامكانيه كانت قليله، ولكن كان واقف بروحه تلقاه على 12 تاع الليل، تلقاه على الوحده تاع الليل مع الشونتيم. نشفى نقول لك واحد العام طاح تكسر ورجله بالبلاطر بالخزرانه بالعكازة كيما نقولوا هنا، البيرو تاع المكتب تاعو في الكاتريام ايطاج ما يطلعش، يجي من دارو باش يقعد كيما الناس حتى يرتاح كونفاليسونس تاعو يرتاح ويلحي البلاطر ويجي يخدم، لا يجيب الأكوازة بالخزرانة تاعو بالبلاطر ويجي الريد شوسي ويجيبوا له كوري ويسميه ويخدم. من بعد جا لتيارت، من تيارت مشى لتيزي وزو وقعدت محبة بين السيبورتير تاع تيزي وزو والسيبورتير تاع المشرية. أيا ومن بعد ولا وزير. لالجيري a trouvé son sur son pied. ان شاء الله يكون رايس. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. رفدوا معايا يديكم. ان شاء الله يا رب ما يخيبكمش. ان شاء الله ما يخيبكمش. تحيا الجزائر.